السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت أقدم لكم كيف تسرعون الآيفون. زي ما انتم شايفين ندخل على هذا البرنامج على طول يفتح، ندخل على البرنامج على طول يطلع، ضغطتين على الهوم يفتح بسرعة. طيب نخش على السدية أول شيء عشان نثبت الأداة. طيب بعد ما تروحون عند الإدارة، إدارة مصادر تعديل إضافة، نكتب سدية دوت ماي أرابيك سورس دوت كوم سلاش. طيب أنتم شايفين هنا هذا السورس، تعطون إضافة، أنا مضيف السورس. زي ما انتم شايفين هنا هذا هو السورس. طيب نروح عند نروح السيرش، نكتب سبيد اس بي، خلنا نعيده اس بي اي اي دي. طيب تلاقوا لكم سبيد انستل اللي هو تسريع النظام. طيب عشان تأكدون بس انه من السورس، هذا تلقون هنا السورس العربي. طيب بعد ما طيب تعطونا تثبيت تأكيد وحيثبت الأداة، انا طلع لكم كذا عشان انا مثبتها من قبل. طيب بعد ما ثبتوا الأداة تروحون عند الاعدادات، اذا رحتوا عند الاعدادات حتلاقوا الأداة هنا. طيب انا حاط زيادة على 5، مسرعة 5. طيب مسرعة 6، المهم تبي اخر شيء، بس انا ما انصحكم الا 5. طيب عشان بس نتأكد انه صار سريع الحين، تشوف الزرين على الهوم يفتح بسرعة، تدخل على اي برنامج يفتح بسرعة، يطلع بسرعة، تروح تعلق على برامج، تشوف زي ما انتم شايفين تهتز بسرعة. طيب وكذا انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم دحوم زيرو كينج، دعمونا بلايك واكتبوا لنا بالكومنت وسبسكرايب، وفمان الله.